نوجه التحية لكل الشعب الجزائري وللاعب الجزائري البطل الأخ فتحي وما قام به، وليس غريبا عن شيء وقيم الشعب الجزائري الشعب العروبي الذي يعتبر أن القضية الفلسطينية هي قضيته الأولى وتعتبر القضية المركزية، وهو يرى بالعدو الإسرائيلي وعدو لكل الأمة العربية وعدو للشعب الجزائري. وهناك خطوات سابقة ومواقف قام بها الجزائريين في العديد من الدورات والملاعب، وهذا يعكس عمق العلاقة ما بين الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني. ليس غريبا عن لاعبين جزائريين أو دولة جزائرية من أن تتخذ مواقف معادية للاحتلال الإسرائيلي ودعم للحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني وتتمسك بكل القوانين التي صدرت والقرارات عن القمم العربية بعدم فتح أي علاقة مع الاحتلال إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فهذا شكل من أشكال التصدي لسياسة التطبيع بغض النظر عن شكلها رياضي أو ثقافي أو اقتصادي أو غيره. أنا من هنا من فلسطين، عموم فلسطين، كل فلسطين توجه بالتحية إلى الشعب الجزائري وتحديدا إلى اللاعب الذي عبر عن موقف عروبي، موقف أصيل، موقف ينم عن الثوريين والثوار الجزائريين الداعمين للقضية الفلسطينية. للمناسبة هذا ليس الموقف الأول، قبل ذلك نفس اللاعب أيضا قام بنفس الموقف وعبر عن رفضه لمقابلة اللاعب الصهيوني دعما وإسنادا لشعبنا الفلسطيني.